نهاية فكرتي دي اللي جاي معاكي ايه يا نهال؟ دلوقتي خلينا نروح لتقرير لشركة دبي العقارية للإعلان عن تعاقدها مع عدد من المكاتب الاستشارية العالمية مشروعها السكن الجديد في منطقة اللي هيكون R7 على مساحة 36 فدان، وده هيكون تالت مشروع ليهم في العاصمة الإدارية الجديدة. خلينا نشوف ده ونرجع نكمل حلقتنا. اوعوا تروحوا في أي حتة، ابقوا معنا. المشروع اللي احنا بصدد تدشينه النهارده، احنا على مدى 6 شهور فاتوا قاعدين بندرس مشروعات كتيره جدا في اسواق مختلفه، سواء كان في الساحل الشمالي او في زايد او في العاصمه الاداريه او في القاهره الجديده. والمشروع القطعه نفسها كانت فيها حاله من حاله التميز الشديد، ولذلك كان ليها اشتراطات فنيه وماليه من شركه العاصمه للشركه اللي هتنول شرف الحصول عليها. فده قدرنا نوفره مع شركه دبي، ودرسنا اكتر من مشروع لحد ما وصلنا افضل سوليوشن للمشروع اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، هو مشروع قطع F1 في منطقه R7، 36 فدان سكني معماري متكامل. والحمد لله رب العالمين كان فيها توفيق كبير من ربنا، لان الاقبال على المشروع بمجرد ما طرحناه من 5 ايام تقريبا كان فوق مستوى توقعاتنا بكتير. المتميز في المشروع ده ان احنا عملنا ماستر بلان مختلف، شكله مميز جدا على قد بساطته، على قد ما هو مخلي كل وحده في المشروع مستمتعه بكل الجمال اللي موجود في المشروع. عملنا كلاب هاوس في مكان مميز الناس كلها تقدر تستخدمه، عملنا جزء فندقي متميز، بعدنا التجاري تماما على السكني بشارع كبير عشان يفصل ما بين الدوشه وما بين السكني عشان الناس كلها تعيش في هدوء. يعني كنا مهتمين جدا 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 باللي هيعيش جوه البيت. هي دي مش اول شراكه لينا مع شركه دبي، احنا اوريدي تعاوننا مع شركه دبي في الابراج اللي هي اوبسايدر تاورز. احنا كشركه متخصصين في المشروعات الصعبه شويه كالكتروميكانيكال، لكن احنا استشاري عام، بنعمل جميع التخصصات الهندسيه، لكن احنا في المشروع دوت جايين بنقدر نساعد معاهم في اعمال الكتروميكانيكال. واعمال الكتروميكانيكال ايه المختلف في المشروع دوت؟ لازم نعمل حاجه سستينابل، حاجه تفيد الاند يوزر، وحاجه تفيد نفس الوقت المطور نفسه. الشركه لما جت ان هي تتعاقد مع استشاريين، تعاقدت مع مجموعه من اقوى الاستشاريين الموجودين في السوق العقاري. طبعا باشمهندس محمد طلعت استشاري عام للمشروع، معانا شركه اوكوبلان كلاندسكيب للمشروع، شركه اتصالات، ومعانا شركه بي سي. النهارده احنا معانا اكبر اسامي موجوده زي اتصالات مصر واوكوبلان، مهندس محمد طلعت، مهندس محرم بخوم، عندنا شركه اتقان طبعا استشارات ماليه، ده شريك قائم معانا في كل مشروعات. المشروع الجديد بتاعنا هو مشروع سكني، ودي التجربه الاولى بتاعتنا في R7. قطعه ارض مميزه جدا، واحنا واخدين عاتق على نفسنا ان احنا نعمل تجربه مختلفه عن اي مشروع سكني تم في العاصمه الاداريه لغايه دلوقتي. هنحقق فيه عناصر مختلفه من حيث الجوده، من حيث التكنولوجيا اللي بتقدم للعميل، وهيساعدنا في ده كل الاستشاريين اللي كانوا معانا النهارده ان شاء الله. زائد المشروع الثالث اللي انا بصدد اعلان الطرح عنه، واللي النهارده كنا بصدد الاعلان عن بعض الاستشاريين الجدد ومجلس استشاريين شركه دبي، اللي كان حزمه من اكبر واقوى واضخم الكوادر الهندسيه والاستشاراتيه اللي موجودين في السوق.